بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وساوى علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. تكملة الأحاديث الواردة في الباب 20 من الكتاب 37، كتاب الأشربة، الحديث 38 بعد 400 و5000، في إسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حا قال: وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعد بن سعيد قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأدعوه، وقد جعل طعاما، قال: فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فنظر إلي فاستحييت، فقلت: أجب أبا طلحة، فقال للناس: قوموا. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما صنعت لك شيئا، يعني ما يكفيش الناس دي. قال: فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال: أدخل نفرا من أصحابي 10، وقال: كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه، فأكلوا حتى شبعوا، فخرجوا، فقال: أدخل 10، فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. ودي من معجزات تكثير الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال: حدثني سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا سعد بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني أبو طلحة. وانت عارف أن أبو طلحة ده زوج أم أنس بن مالك. بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، غير أنه قال في آخره: ثم أخذ ما بقي فجمعه، ثم دعا فيه بالبركة، قال: فعاد كما كان، فقال: دونكم هذا، يعني أفضلوا فضلة بقدر ما بدأوا. وعن أبي قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر أبو طلحة أم سليم، اللي هي أم أنس ابن مالك، اسمها أم سليم الرميصاء اللي هي زوجته، قال: أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة، ثم أرسلني إليه وساق الحديث وقال فيه: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه، ثم قال: إذا لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال: كلوا وسموا، وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرا يعني بقية. وعن أبي قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك بهذه القصة في طعام أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إنما كان شيء يسير. قال: هلمه، يعني إيه أحضره، هلمه يعني إيه
اسم فعل امر بمعنى احضره، فان الله سيجعل فيه البركه. وعن ابي قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال فيه: ثم اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل اهل البيت وافضل ما ابلغوا جيرانهم، يعني ما اطعموا به جيرانهم كمان. هذه معنى ابلغوا جيرانهم يعني اطعموا جيرانهم. وعن ابي قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: راى ابو طلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن، فاتى ام سليم، يعني كانه فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جائع، يعني مر عليه مده طويله لم ياكل. فاتى ام سليم فقال: اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن واظنه جائعا، وساق الحديث وقال فيه: ثم اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحه وام سليم وانس بن مالك وفضلت فضله فاهديناه لجيراننا. وعن ابي قال وحدثني حرمله بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهبه قال اخبرني اسامه ان يعقوب بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري حدثه انه سمع انس بن مالك يقول: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع اصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابه، يعني ربط بطنه بايه؟ بقطعه قماش يعني. قال اسامه: وانا اشك على حجر، يعني هل كمان مع هذه العصابه التي عصب بها بطنه كان فيها حجر ام لا؟ فقلت لبعض اصحابي: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت الى ابي طلحه وهو زوج ام سليم بنت ملحان، فقلت: يا ابتاه، قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه باصابه، فسالت بعض اصحابي فقالوا: من الجوع. فدخل ابو طلحه على امي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. ثم ذكر سائر الحديث بقصته. وعن أبي قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم. باب جواز اكل المرق واستحباب اكل اليقطين، واليقطين والدباء وقرع العسل، واستحباب اكل اليقطين، وانبتنا عليه شجرة من ايه؟ من يقطين، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. يقطين في سورة الصفات بمعنى الدباء بمعنى قرع العسل. واستحباب اكل اليقطين وايثار اهل المائدة بعضهم بعضا وان كانوا ضيفانا اذا لم يكره ذلك صاحب الطعام، يعني ممكن تبقى انت مدعو على طعام ومعك مدعوين اخرين وتعزموا على بعض، معناه ايه؟ يعني تفضل تفضل، كأن الطعام طعامك، يعني اذا كان صاحب الطعام يفرح بذلك، فهمت؟ يجوز هذا. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول: ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال انس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام، فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، والقديد هو اللحم المجفف الذي يكون طعام الفقراء، يعني فهو ايه؟
إنسان خياط مسكين الحال أراد أن يدعو النبي للطعام، فالنبي أجابه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يجيب الدعوة لأي إنسان ولو كان يعني إيه ضعيف القدر بالنسبة للآخرين. وهذا يدل أيضا على أن رزق أهل المهن حلال، لأنه كان خياطا والنبي لا يأكل إلا حلالا، فدل على أن رزق أهل المهن حلال، بل من أفضل الحلال. فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرق فيه دباء وقديد، يعني كأن اللحم قليلة فكسرها بالدباء، يعني لأنه عنده لحم قليل فأراد أن يكسر في المرق شيء، فحط دباء، خطط من إيه من الدباء وقرع العسل لأنه رخيص. فالنبي من شفقته بالناس صار يتفقد الدباء ويترك القديد لغيره يأكل. فعشان كده سيدنا أنس لما شاف سيدنا رسول الله بياكل القديد الدباء بقى يحب الدباء. هو ظن ان النبي يعني بيفضل الدباء يعني على اللحم، اللحم سيد الطعام، لكن النبي آثر غيره باللحم وكان يأكل الدباء صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. يبقى الإنسان المحب للنبي يحب عادات النبي، حتى الأمور العادية التي ليست من العبادات، إنه يفضل إيه في الأكل، يحب يلبس إيه، الحاجات دي تبص تلاقي يتحول عنده عادات النبي إلى عبادة، يتعبد الله بأن يفعلها ويحبها من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أكل الدباء محبة في النبي صار أكل الدباء بالنسبة له ثواب كأنه سنة بنيته وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه، يعني ناوله له، يعني يزق له الدباء كده من القصعة جهة يد النبي، يعني هذه معنى ألقيه إليه، ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء. وعن أبي قال: وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. ونقف على باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.